اذا مشاهدي قناة تي بي بمرحبا مرحبا بكم معنا في مباشر آخر وليس الاخير اولا غادي نقولوا يقدر يكون هو الاخير دابا في امتحانات كيف ما كنعرفوا اليوم هو اخر نهار في امتحانات البكالوريا يعني اخر نهار غنشوفوا التلاميذ غادي يخويو المدرسه ما حتى يشوفوا النتائج ان شاء الله نتمنى انها تكون مفرحه لجميع التلاميذ اللي دوزوا امتحانات البكالوريا حنا دابا باقي كنتواجدوا في الثانويه التاهيليه الفراهيدي دائما في منطقه امزميز امزميز زوينه الغزاله بطبيعتها بناتها بكل شيء السلام عليكم امي عليكم السلام اش خبار الحمد لله بخير كي دوزتي اليوم الحمد لله كان دوزنا اس في تي كانت مزيانه في المتناول سبيسياليتي ديالي دازت مزيانه الحمد لله فرحانه اه الحمد لله دوزنا زعما اون جينيرال كلشي مزيان تنحمد الله وتنشكر الحمد لله دابا بالنسبه ليوم اللي هو اخر نهار ولكن آه. هاد تدزو اللي دازو شنو هي الماده اللي اللي حسيتي براسك انها صعيبه ولا ما ارتحيتيش ليها شويه المات المات كان شويه في شويه لي بياج وهذا الفلسفه ضرني الناس ضرني شويه الناس ولكن الحمد لله مده طويله آه ساعتين. ساعتين علميه ولا ادبيه؟ علميه علميه وسكنت عندنا ساعتين ولكن في الاخر الحمد لله جاوبت مزيان يعني. احنا هادشي دابا اللي كنعرفوا احنا من يعني هذه معروفه على الادبيين كينعسوا في المواد العلميه ولا العلميه في المواد الادبيه علاقه تضاد بينات بين هاد الجهه وديك الجهه داكشي دابا الادبي تينعس في العلوم والعلوم تينعس داكشي اللي كاين كينعس في الضيط ولا لا زكريا داكشي اللي كاين صراحه اليوم كان عندنا معايا انا باش نجي في وسطكم اليوم كان عندنا اللقاء نتاع اليوم الاخير من امتحانات البكالوريا كانت عندنا اخر ماده هي علوم الحياه والارض الصراحه صراحه نقدر نقول الامتحان في المتناول بل اكثر من المتناول حنا ك كخيار او لا كالفلياغ ديال العلوم الفيزيائيه الفرض ديال السيونس صراحه جانا زوين بزاف كان نقدر نقول لا بوليسيون ديك لونيتي نتاع لا بوليسيون جاتنا صعيبه فيها شي اسئله جداد علينا ما فيتش خدمناهم ولكن الحمد لله صراحة الفرد نقدر نقول عليه في المتناول بالاكثر جانا زوين ان شاء الله وهذا اش نقول لك هذا هو احسن فرد دوز في الفروض نتاع المواد العلميه بالضبط وإذا سولتيني على الماده اللي جاتني صعيبه انا غادي نقول الرياضيات غنقولها صعيبه في جوج حوايج تحطوا لنا لي نومبر كومبلكس اسم على مسمى الصراحه كومبلكس 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 معقده 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 <applause> والاشكال الاخر هو انا كندوي شخصيا بالطبع جاني الفرد طويل شويه بحكم الوقت كتخدم كتخدم الماط لي غيزونمون ديالو كيخصهم الوقت ودير ويلا غلطتي عاود دير هذا هو المشكل اللي طرالي اذا كانت فيه ثلاثه ثلاثه دسوايع وما كفاتش مع ذلك ما كفاتنيش مع ذلك ما كفاتنيش لانه انا شنو درت خدمت الفرد بالترتيب ديالو اذا نبدا يعني معاه من الاول وانت غادي حتى الاخر والاخر اش كيكون فيه كيكون فيه البروبليم لي فونكسيون دونك انا لي فونكسيون ما كملتهمش لا فونكسيون ما كملتهمش uh, ولكن الحمد لله داكشي الاولاني كله كملته هذا هو المطلوب واخا ما كملتش ولكن على العموم الحمد لله وكما قلت نعطي الاس في تي احسن ماده علميه دوس والا دويت على لونغلي والفلسفه أنا ما عنديش مشاكل في المواد الادبيه حتى ما عندكش مشكل دابا زكري دابا زكري قال لك استسمح الناس ديال يعني الناس الادبية ما يفهموش غلط أيوه. آه هو راه كيبغي الادب وكيبغي العلوم فعلا انا كاع <applause> المواد عزاز عليا خصوصا أك احسن ماده ادبيه عندي هي هي اللغات يعني الا دويت على اللغه العربيه ودويت اللغة الانجليزية بالضبط دونك انا سميتو هاد المواد بجوج ما جاونيش صعاب الفلسفة راه قولة في الوضع البشري راه كنظن تلاميذ البكالوريا كلهم فهموني شنو كنقصد كاين اللي بيختار داكشي الاخر ولكن علمهم الفلسفة حتى هي جاتنا في المتناول او اللي راه الدراري تاوما تحيه لهم راه غيقراو ساديوماني ماني غيفهموها البنات غيقراو صاديو ماني يكملوا شويه يقراو دوك الكلمات هادي يعرفوا باللي لاعب كره قدم ويشوفوا التصاور يعني قلت لي دابا قبل قبل ما نطلقوا المباشر كان 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 واحد التساؤل ديال انه ساديوماني انا بعدا ما ما سمحوا لي راه سميته ما نعرفهمش ولكن قلت لي انه كويري انه كويري واللي أيوة أيوة. قال لنا زكريا قلت لي انه واخا ما تعرف كتعرف السميه ديالو غتقرا القصه وغتفهم اي آه هذا اللي قصدت على البنات حيت كاين واحد صورة نمطيه بلي الدراري عندهم مع الكره والبنات لا فقط صوره نمطيه كنقول آه هاي قراو ساديو ما غاديش يفهموا يقولوا واش لاعب ولا فيرب كاين اللي كنسمعوا كيقول فيرب اشنو داروا هاي كملوا النص يعني النص سهل بزاف هذه تقرا هذه تعرف بلي هذاك نقدروا نقولوا ان انـ... ان النص شارح راسه براسه نعم بمعنى واحد اللغه في النص سهله لاي واحد قراها هذه يعرف بلي راه كندويو على واحد آه المسار ديال واحد لاعب كره قدم في الحياه ديالو لا الاجتماعيه لا العائليه لا كل شيء اللهم بارك وفي يومين اليومين اللي دازت اشنو عجبك فيها زكريا؟ هادي اليومين اللي دازت انا بعد الصراحه ثلاث ايام كلها نقول عليها اكثر حاجه عجبتني هي الاجواء اشنو عجبني في الاجواء كنتلاقاو كتلاميذ مجموعين اشنو الاسئله اللي كان ديما نسولو اش من مراقب جانا اش من شكون م... <applause> اللي غيحضر لي شكون اللي غيكون معاه شكون اللي قبل الاستاذ كنعرفو واش الاستاذ ما كنعرفوش حيت هنا كتلعب النفسيه راه رغم انه المراقبين يد اللي سواسيه كلشي بحال بحال اللي جاك راه هادي حرسك ولكن فاش كت لا مع استاذ مثلا كتعرفو ماشي يا استاذ كتكون مكتعرفه. كتكون انت مرتاح <تكلم> لي حيت عرفتي الشوفه ديالو عرفتي الروح ديالو كيفاش دايره ايوا وكتشوفو هو كيضحك لك لانه كيعرفك ماشي شي واحد ما كتعرفوش تقدر تشوف فيه هو يحسبها شي حاجه اخرى باللي راه انت باغي دير شي خطوه مثلا ولا شي حاجه ولكن الحمد لله على كل حال كما قلت لك الاجواء اللي عجبونا انايا كنتجمعوا كنهضروا واش حطيتي وهنا وهنا حاجه اللي ما أنساش هي الماده اللي دوزنا كنقول لهم ما باقيش دويو عليها كيدويو عليها هما <applause> يعني خرجنا من هذه الماده السلام عليكم باقي تجبدها لي صافي السلام عليكم ما تجبدهاش ما تقولش لي لي فالور خصوصا ما تقولش لي شحال خرج لك في اكس ولا شحال خرج لك <applause> باش ما تكون شي حاجه غلط فيها انا وتضرني في راسي خليت نشوف النتيجه النهائيه داك الشيء اللي كاين والحمد لله على كل حال هذا هذه هي النهايه ديال هذا المسار نتاع 12 عام اه ارنا الجديد دابا ارنا واحد المسار كنقولوا هذا مشى ارى الاخر ارى <applause> الاخر مشى عام ارى <applause> العام ارى الاخر ويكون ان شاء الله يكون توا البقيه ديال المسار ديالنا حتى هي تكون زوينه ان شاء الله ان شاء الله يا رب استعجل السلام عليكم صباح النور الحمد لله الحمد لله على سلامتكم مرحبا أخويا بارك الله فيك الحمد لله على سلامتكم بارك الله كي دوزتي اليوم الحمد لله الامور كانت مزيانه اكثر من كيف ما كانت توقع الحمد لله من بعد ما دا الزلزال كانت الامور شويه صعيبه ولكن من توفقنا الحمد لله حيت في الاول كنا تنقراو في الخيام وكنا نقول كيفاش عاد نزول الاجواء وكيفاش هادشي اللي بغيت نقول انت من انت من السكان تاع مدينه امس مصر. لا انا يعني من نواحي, نواحي ولا من بلاصه تنقرا هنايا في الثانوي كامل قريتو يعني من تحرك الزنزانه انا اللي بغيت نقول لانه لانه النفسيه ديال ديال التلاميذ كلها كانت متضرره أه اللي بغيو نوصلوا للناس كاينين الناس اللي يمكن أنا في مدن ما حسوش بهذاك الشيء اللي حسوا به الناس اللي هنا في الجبل واللي قرابين البقرة ديال الزلزال كيفاش حسيتوا وانتم زلزال زلزال <applause> في وسط الزلزال ومن ورا الزلزال وفي الامتحانات غنبدا من هنا عاد ندوز عندك في الاول ديال الزلزال كنا صراحة حنا ما حسيناش به كيف حسوا اللي كانوا في البؤره بالضبط ولكن الحمد لله كنا تنصبروا راسنا براسنا ولكن فاش سمعنا باللي راه خسرنا اصدقاء وسميتو صافي شويه بدات النفسيه بحال بزيك كيدخل معاك عاد بداو الاجواء تيدخلوا معنا ما كناش حاسين بهذاك الشيء في الاول ولكن الحمد لله صبرنا وجينا بجينا, بجينا تنقراو واخا تنسمعوا الاسماء ديالهم وتنتفكروا السنوات اللي دازوا ما كانوش معنا جيك كتفكر انه مسكين كان قاعد معاك كان قاعد حداك كان هناك فعلا آه. كنا بحال هكا تنتفكروهم ولكن شويه بشويه تبدات الاوضاع تتحسن الحمد لله دابا ولاو لي كونتونير ولا شحال من حاجه تحسنت ما كناش كاع تنتوقعوا هذا الشيء ولكن ولاو في الموت انا والحمد لله يعني <applause> يعني حتى بالنسبه بالنسبه للاقسام دابا النموذج اللي جابوا لكم انهم يعني انا كيبانوا لي زوينين يعني في الاول في الاول يعني بصح انه شكرا بزاف للمسؤولين كلهم اللي اللي يعني عانوا باش التلاميذ يرجعوا يقراوا في اقرب وقت ممكن وفي اقرب مده ممكنه من بعد الزنزل وحاولوا انهم يعني يوفروا الظروف الملائمه نعم نحاولوا انهم هنا كنبغي نشكر جميع الجهات المختصه اللي تدخلتنا لنا باش انها توفر لنا هاد لي باش انا, أنا نقراو فيهم آه، كوميم حسن من الخيام واخا كاع عندك شي سلبيه في لي في الاخر ديال هاد دي السلبيات غادي نقول حسن من الخيام الخيام راه كارثه جدا كارثه راه كاع التلام تجربوها راه ما يمكنش راه الرائحه البرد والعجاج و... البرد و... وخصوص باش نذكروا الناس انه الزلزال من ورا زنزل واحد البرد واحد الشتاء آه. والغيس بزاف الاجواء اللي جات من ورا الزلزال هي ما ساعدتش ولكن كنقولوا الحمد لله على كل حال تداركنا الموقف رغم اننا خسرنا بزاف ديال الاصدقاء بالاسماء, بالأسماء. الله يرحمهم الله يرحمهم في هذا النهار كنا كنتمناو كنا كنهضروا بلي شي نهار غادي نكونوا مجموعين في البكالوريا ولكن للاسف حنا تجمعنا ولكن هما للاسف ما بقاوش ما كملوش معنا المسار ولكن مشاو لواحد المسار احسن واحد المسار نهائي ندعيو معاهم ان شاء الله كندعيو لهم أه بكل خير الله يرحمهم والله يكتب عليهم مكاتب الخير ان شاء الله أه كانت تجربه الصراحه صعيبه حنا في أمزميس كان حيت انت انا قلت لك غادي نبدا من اللي من لانه عرفتوا هو ماشي من البؤره ولكن انت بحكم انك انت كنتي في ام يعني راكم ديك الضربه الاولى والثانيه والثالثه اللي كلهم مقويين قويين راه كنتو حاضرين لها وانا لانه حضرت حضرت وجيت في ديك الساعه فاش كانت نزال الكارثه العظمى اللي كانت فاش كانوا كيخرجوا الناس فاش كانوا فاش فاش كان يعني هذا الشيء كيفاش كان الواقع ديالو عليكم انتم كتلاميذ إحنا كتلاميذ في الاول فاش مورا زلزال اغلب التساؤلات اللي كيذكروا من بعد ما فتنا واحد شويه الصدمه واش نرجعو نقراو فين هنقراو واش ثانويه الفرايدي تدمرات ولا باقا مزيانه واش ثانويه الفرايدي واش ثانويه الفرابي واش بنو ماجا باقا صالحه هادو الاسئله اللي كاين كيشغلونا بالنا من بعد واحد الشهر ان شاء الله تلاح الاعلان باللي راه هادي ترجع الدراسه وفي خيام جاتنا هذه الفكره في شكل الصراحه في الاول ولكن فاش تداركنا الموقف كملنا صبرنا الصراحه الدوره الاولى كانت صعبة خصوصا في تدخل الاضرابات كذلك نتاع الاساسيده كانوا بزاف ديال الاشكالات ولكن على العموم تداركنا الموقف جاهدنا تجمعنا تحدنا باش اننا نفوتوا هاد الازمه والحمد لله فتناها خصوصا الدوره الثانيه تحسنوا تحسنات النفسيه ديالنا الصراحه احسن من الاول خصوصا فاش جاوا كما كتشوفي الدخله الاولى فاش كنا دخلنا وشفنا لي كونتونير باش حسيتوا باش حسيتي باش ندوزوا عند امي ما هضرش معاها بزاف <applause> امي ما باش حسيتي باش يلا دخلتي لقيتي لي كونتونير صراحة فرحنا لانه الخياف الصراحه كانوا مخرجين عملنا حيت الصراحه ماشي ماشي كاع ملائمين انه نقدروا نقراو فيهم لا لينا حنا كتلاميذ لا الاساتذه تا هما معنا مساكن كنبغي نشكرهم كاملين أه وحيت بصح الصهد وشحال من حاجه ما تتخليكش تركز اصلا على في الدرس ولا مع الاستاذ أه بشكل عام ودابا الحمد لله الحمد لله مزيانين كما قال زكريا اه ممكن يكونوا تيسخنو شويه في الصاد وتديرونجا شويه وهذا ولكن على العموم مزيانين احسن من الخيام صح صح, صح. آه. اكيد الحمد لله آه المجهودات راهي باقا قائمه الحمد لله وشكرا كيف ما نعاودو نشكروا عاوتاني جميع المسؤولين وجميع الناس اللي وقفوا مع زتلام توصلوا لهذه المرحله هذه وكل ما كانش هذه المجهودات هذه كلها هي كرة باقيين في ديورهم وكرة كل واحد معنق بغداه ولا حجره وقاعد عندهم موبا هادشي اللي غادي نقولو شكرا للجميع المسؤولين عاوتاني مره اخرى وشكرا لكم حتى انتم على الصبر ديالكم وعلى المتابره وعلى لانه ما كانتش الاراده والعزيمه ما كنتوش غادي توصلوا لهذه المرحله هادي نتمنى انكم صدى ربي ينجحكم استاذه ديالي اللي قرا اجا استاذه اجي استاذ أجي لا لا غادي تجي لا إحنا في المباشر دابا اجي اجي أستاذة ديالتي قراتني أكيد, <applause> أكيد, اكيد اكيد بسته أكيد, بسته اكيد اكيد والله والله انت الله يخليك لي الشرف الله يخليكم لينا والله العلي العظيم حنا السلام عليكم استاذ ديالي عرفي براسك <applause> المشاهدين <applause> الكرام حنا دابا حنا على المباشر السلام عليكم معكم الاستاذ خديجه شوقي احنا اليوم في اخر نهار في الامتحان الوطني آه شعبة علوم فيزيائية بيان سور هادو ديولي آه مادة علوم الحيط والأرض الحمد لله شي بالفخر ملي كنشوفوا تلامذ ديولنا الحمد لله مدوزين مزيان و يعني تنحسو بأن هذاك المجهود اللي درنا ما ضاعش هباء نتمنى من الله خير ان شاء الله ي... الله يفرحهم كاملين الله لكم أصدقاء. وشكرا لكم بزاف أنتم حتى انتوما رانا بكم, بكم. <applause> ما باش وصلنا حنا كنهضر على راسي انا حتى انا بكم أنتم كون ما كنتوش ما كون ما قريتوناش ما كناش غادي نوصلوا لهذا الشيء هذا كله و... ما كنتش غادي نكون وراء هاد الشاشه وهذا هاد الميكرو وشكرا لكم بزاف بزاف والله يطول في عمركم يا سيدي <applause> ومن هنا حتى كنبغي نقول لكم مشاهدينا الكرام شكرا بزاف لجميع الاساتذه شكرا للمديرين شكرا للناس كلهما اللي وقفوا باش هاد الناس يقراو وباش حتى حنا نوصلوا لهذا مشاهدينا الكرام الى مباشر اخر دائما على قناتكم قناه الشعب شوف تي في السلام عليكم